يمكن خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة كان من ضمن الأخبار الأهم الحقيقة، وكانت بتتصدر كل محركات البحث وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، هو تعرض المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية ليلة السبت لسقوط أمطار غزيرة، وتسببت بسيول غير مسبوقة، وتسببت في انجراف عدد كبير من السيارات والمنازل. كانت المشاهد التي تصدرت كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالسيول في المدينة المنورة خلال الأيام الأخيرة هي المتصدرة للمشهد بشكل كبير. هنستعرض بحضراتكم الصور وكل التفاصيل الخاصة بالسيول في المدينة المنورة، كما نتابع مع حضراتكم الآن الصور على الشاشة. كان هناك يعني العديد من الصور والمقاطع المصورة، وقال المركز الوطني للأرصاد السعودي إنه لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة بتؤدي إلى جريان سيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق نجران والقصيم وجنوب الرياض. زي ما احنا بنتابع مع حضراتكم الصور على الشاشة مشاهد كتيرة جدا الحقيقة، ويمكن كمان كنا بنتابع أمس المشاهد اللي كان فيها رولة الحقيقة للمصليين في الحرم النبوي. شفنا المشاهد دي خلال الساعات الأخيرة، ودي اللي أثارت تساؤلات كتيرة جدا الساعات الأخيرة، هرولة المصليين في الحرم النبوي. ولكن كان في بعض المشاهد وبعض المقاطع للمصلين أثناء أدائهم الصلوات أمس، وبالتحديد صلاة العشاء أثناء هطول الأمطار. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم على الشاشة السيول، مشاهد صعبة جدا طبعا في المدينة المنورة. الصور دي بالتحديد من المدينة المنورة، وزي ما قلت لحضراتكم إنه أكد المركز الوطني للأرصاد السعودي إنه لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة بتؤدي لجريان السيول، وهذه طبعا مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق أو أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق حائل ونجران والقصيم وجنوب الرياض. المشاهد كانت صعبة جدا الحقيقة، والمقاطع كلها يعني يا رب تكون هذه طبعا الأمطار كلها خير وبركة على المملكة العربية السعودية وسائر بلدان المسلمين. لكن طبعا للأسف كان زي ما قلت لحضراتكم تسببت الأمطار الغزيرة والسيول في انجراف عدد كبير جدا من السيارات أمس. وكمان المركز الوطني للأرصاد السعودي أكد إنه لا يستبعد أن تكون الضباب بيتكون الضباب خلال ساعات الليل وخلال ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية والغربية. كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا في المملكة تداولوا زي ما قلنا عدد كبير من الفيديوهات اللي بتظهر السيول واللي جرفت عدد من السيارات في عدة شوارع، والحقيقة إنه المشاهد زي ما قلنا كانت صعبة، وكمان في وقت من الأوقات كانت بتصعب في الرؤية، كانت تنعدم في الرؤية يعني زي ما كان بيتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي. المشاهد دي كمان مش بس عندنا في المملكة العربية السعودية، نفس المشاهد وربما الحقيقة كانت مشاهد أكثر قسوة في اليمن كمان، كان مشاهد السيول خلال الأيام والساعات الأخيرة في اليمن، وكانت طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لحماية المناطق والمواقع الأثرية والمدن التاريخية، خاصة طبعا في المناطق التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي والتي تتعرض مؤخرا طبعا لمخاطر التدمير، خصوصا كمان جراء السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد منذ مطلع يوليو الماضي. وكانت الأمم المتحدة كشفت أن التقييمات المستمرة للسيول التي اجتاحت تلك المناطق عقب أمطار وانفجار 3 سدود يوم الثلاثاء الماضي الحقيقة كانت بتشير تضرر عدد كبير جدا من المنازل والعائلات، أكثر من 1000 عائلة تضرروا بشكل كبير جدا من هذه السيول وفقدان عدد كبير من الأشخاص، وطبعا دمار المنازل بشكل كلي ومنازل تضررت
بشكل حسي. طيب، كمان صندوق الأمم المتحدة للسكان قال إنه فرق الاستجابة الطارئة بتبذل جهود كبيرة جدا الحقيقة، جهود مبنية للوصول للمناطق المنكوبة وتقديم المساعدة للمواطنين هناك. هذه المشاهد هي اللي كانت متصدرة للمشهد الحقيقة وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، والكل يتساءل عما يحدث في أراضي المملكة العربية السعودية، ما الذي حدث خلال الأيام الأخيرة وليست فقط ليلة السبت خلال الأيام الأخيرة. وكانت هذه التساؤلات هي يعني الأكثر تداولا عما يحدث الآن في أراضي المملكة العربية السعودية. طبعا يعني بندعو أن تكون هذه الأمطار أن تكون خير وبركة على أراضي المملكة العربية السعودية، وأن يحفظ الله السعودية والسعوديين والشعب السعودي. طيب، مرة تانية أعيد مع حضراتكم عشان نوضح كل التفاصيل لمشاهدينا ما كانوش معانا منذ بداية اللايف. الحقيقة تعرضت المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية ليلة السبت لسيول، سقوط أمطار غزيرة تسببت طبعا بدورها في هذه السيول الغير مسبوقة والتي تشهدها المدينة المنورة، وما ترتب على ذلك من انجراف عدد كبير جدا من السيارات في عدة شوارع. وأيضا كما نتابع المشهد مع حضرتك الآن، الصور، ربما الصور تعبر بشكل أكبر، الصور معبرة بشكل كبير جدا وبشكل أوضح عما حدث خلال الساعات الأخيرة في المدينة المنورة. قال المركز الوطني للأرصاد السعودي، قال إنه لا تزال الفرصة مهيئة حتى الآن لهطول أمطار رعدية تكون متوسطة لغزيرة. طبعا هذه الأمطار بتؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون هذه الأمطار خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق نجران وحائل والقصيم وجنوب الرياض. طبعا ده كان بيؤدي كمان لتكون الضباب الحقيقة خلال الليل وخلال الساعات الأولى من الصباح على المرتفعات الجنوبية والغربية، وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفيديوهات اللي بتظهر السيول والتي أدت لانجراف عدد كبير من السيارات. يعني زي ما احنا شايفين مع حضراتكم الصور على الشاشة، وهذه المشاهد مشاهد الحقيقة يعني تاريخية، هذه السيول، هذه المشاهد اللي احنا بنشوفها في المدينة المنورة. وزي ما قلت لكم ده كان الخبر الأبرز والأهم خلال الساعات الأخيرة. كان يعني على عدد كبير جدا من الخبراء، خبراء في الحالات الجوية، على هذه المقاطع المصورة، وقالوا إنه سيول المدينة المنورة تاريخية لم تشهدها المدينة من قبل. ده كان رد وتعليق الحقيقة خبراء الطقس والحالات الجوية، ردوا قالوا إنه هذه السيول تاريخية ولن تشهدها المدينة المنورة من قبل. وكمان المركز الوطني للأرصاد السعودية كان أصدر بيان يوم الجمعة تنبيهي بشأن هذه الأمطار على المدينة المنورة وجريان السيول. طبعا زي ما قلنا يعني سيول فعلا تاريخية بتجتاح المدينة المنورة. يمكن من فترة للتانية بنشوف هطول الأمطار في الحرم النبوي كتير جدا، امبارح الحمد لله طبعا يعني ربنا يحفظ يا رب السعودية والحرم النبوي كان فيه هناك أمطار، لكن باقي المدينة المنورة كانت السيول صعبة جدا. كان فيه أمطار في الحرم النبوي أمس الحقيقة وأول أمس، وشفنا الهرولة وهرولة المصلين من الحرم النبوي، لكن أمس كمان كانوا بيقوموا بتأدية
عملية صلاة العشاء مع سقوط الأمطار، هطول الأمطار في الحرم النبوي الشريف. طبعا السيول دي في المدينة بالتأكيد تسببت في أضرار كبيرة جدا خلال الساعات الأخيرة، لأنها أدت لانجراف عدد كبير من السيارات، وكمان يعني بالتأكيد تسببت في تدمير بعض المنازل في المدينة المنورة. لكن لم يتم الإعلان عن لم يصدر أي بيانات رسمية بخصوص الخسائر حتى الآن، لكن كل ما تم الإعلان عنه أنه سيول قوية بتداهم أحياء سكنية في المدينة المنورة، حيا سكنيا في المدينة المنورة، والمياه الحقيقة غمرت هذه المناطق، مداهمة سيول قوية لحي الشهداء. احنا بنتكلم عن حي الشهداء في الصورة الآن، ده حي الشهداء اللي شهد مداهمة السيول القوية مساء الجمعة، وأيضا امتدت السيول لباقي المناطق ليلة السبت. كمان عندنا على منصة اكس الحقيقة، يعني الرواد او الناشطون على منصة اكس كانوا تداولوا مقاطع الفيديو اللي بتظهر قوة السيول وجريانها في حي الشهداء في المدينة المنورة، وغمرها طبعا للطرقات وجرفها للسيارات. كانت تداولت وسائل اعلام سعودية ومواقع التواصل الاجتماعي المشاهد التي تظهر سقوط الامطار على المسجد النبوي في المدينة المنورة وعدد من المناطق الأخرى في المدينة. طبعا تم توثيق هذه اللحظات الحقيقة واللقطات بشكل كبير جدا للسيول في حي الشهداء في المدينة المنورة، العديد من الصور والمقاطع الحقيقة التي توثق هذه اللحظات، السيول التاريخية، السيول القوية التي داهمت حي الشهداء في المدينة المنورة زي ما احنا شايفين مع حضراتكم على الشاشة الآن. بصراحة سيول تاريخية غير مسبوقة، يعني لم نشهد هذه المشاهد من قبل في المدينة المنورة. تم وصف هذه السيول من كل خبراء الطقس والحالات الجوية، تم وصفها بأنها فعلا غير مسبوقة وغمرت الشوارع والأحياء جراء سقوط غزير للأمطار. مش عارفة يعني، يا ريت يا عمرو لو معانا مقاطع نقدر ان احنا نستعرضها للسادة المشاهدين، لانه المقاطع الحقيقة كانت بتوضح اكتر اللي حصل في الساعات الاخيرة في حي الشهداء في المدينة المنورة. طيب مش معانا المقاطع، لكن الصور واضحة جدا معانا الان على الشاشة. يعني العربية زي ما احنا شايفين الصورة على الشاشة، العربية اختفت تماما بسبب قوة السيول الحقيقة. المشاهد كمان المقاطع المصورة الحقيقة كانت صعبة جدا، كانت بتظهر يعني المشاهد وقد ايه العربيات طبعا تضررت بشكل كبير وتم جرف السيارات بسبب قوة السيول. لكن الصور واضحة، صور قدامنا على الشاشة الآن، الصور واضحة. ومرة تانية لسه في هذه الأثناء كان المركز الوطني للأرصاد السعودي أكد أنه لا تزال لسه الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة الغزيرة. طبعا هذه الأمطار بتؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، حائل، القصيم، وجنوب الرياض. ربنا يحفظ طبعا يعني المملكة العربية السعودية ويحفظ شعبها ويحفظ أهلها يا رب، وتكون هذه الأمطار خير وبركة عليهم وعلى كل بلدان المسلمين. وزي ما قلت لحضراتكم في البداية،
مش بس هذه المشاهد طبعا هي الأبرز، لكن كمان خلال الأيام الأخيرة كانت عندنا مشاهد السيول في اليمن أيضا كانت قوية جدا الأيام الأخيرة، والحقيقة إنه اليمن بتتعرض لسيول قوية منذ مطلع شهر يونيو الماضي. أيضا عندنا الصور، فده طبعا يعني خلف وأثار تساؤلات ناس كتيرة جدا، لأنه عندنا في اليمن عشرات القتلى والمفقودين بسبب السيول القوية هناك، السيول الجارفة هناك، واللي أدت لانجراف عدد كبير بقى من السيارات والبيوت، وتضررت المنازل بشكل كلي وبشكل جزئي عدد كبير جدا منها، وفي مفقودين في اليمن. وكانت قالت وسائل إعلام يمنية في الساعات الأخيرة إنه عدد من المواطنين، عدد كبير، فقدوا وأصيب آخرين جراء هطول أمطار غزيرة أدت إلى سيول وانفجار أحد الحواجز المائية في إحدى المناطق. وكانت كمان ذكرت المصادر أن الانهيار أدى إلى جرف منازل لأكثر من 21 أسرة، أكثر من 21 أسرة تم جرف منازلهم. وطبعا بتواصل فرق الإنقاذ وسكان المنطقة جهودهم للبحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، وأوضحت أن الأمطار دمرت أكثر من 300 منزل في المحافظة، محافظة ذمار اليمنية. ده أدى طبعا لانقطاع طبعا عدد كبير من الطرق وصعوبة الوصول للأهالي هناك، وخسائر كبيرة جدا في الممتلكات، وأيضا هناك خسائر في الأرواح. طبعا الصور كمان الخاصة باليمن كانت مؤسفة جدا الحقيقة، وكانت صعبة جدا، كانت مؤلمة بشكل لا يوصف. يعني صور العالقين هناك في اليمن مشاهد كانت مؤلمة بتجسد حجم الحقيقة، يعني الفاجعة هناك في اليمن والسيول هناك في اليمن. يعني أيضا الخبراء قالوا إنه سيول اليمن أيضا كارثية، وفاة وفقدان أكثر من 41 شخص في اليمن. كان الحقيقة كمان مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن كان أعلن الخميس أن السيول الكارثية الناجمة عن الأمطار وانهيار 3 سدود هناك الحقيقة يوم الثلاثاء الماضي تسببت في وفاة وفقدان أكثر من 41 شخص. وكان أوضح الصندوق على منصة إكس أنه 24 شخص توفيوا جراء السيول، توفيوا جراء السيول، وأن 17 شخصا آخرين في عداد المفقودين. زي ما قلت لحضراتكم في البداية إنه السيول في المدينة المنورة الحقيقة كانت من الأخبار المهمة جدا، وكانت تصدرت لمواقع التواصل الاجتماعي، وكان الكل بيتساءل تساؤلات كثيرة جدا من كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وكان السؤال الأبرز خلال الساعات الأخيرة ما الذي يحدث في المملكة العربية السعودية؟ كانت سيول الحقيقة تاريخية في المدينة المنورة، وهطول أمطار غزيرة في الحرم النبوي الشريف.
مسجد النبوي الشريف كان بيشهد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الأخيرة ليلة أمس، الحقيقة مساء الجمعة. وكما كنا بنتابع، كانت هناك العديد من المقاطع كانت بتوثق الحقيقة أداء المصلين الصلوات في المسجد النبوي الشريف مع هطول أمطار غزيرة. وكان قبلها كان في هناك هرولة الحقيقة للمصلين في المدينة المنورة في المسجد النبوي بسبب سقوط أمطار بشكل غزير. أما عن السيول اللي كنا بنشوف المقاطع في حي الشهداء في المدينة المنورة، هذه السيول القوية التي دهمت حي الشهداء في المدينة المنورة عفوا، وما تسبب من انجراف عدد كبير من السيارات هناك. دي كانت أبرز التفاصيل الخاصة بالسيول في المملكة العربية السعودية والأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة خلال الأيام والساعات الأخيرة. ربنا يحفظ طبعا الشعب السعودي، وإن شاء الله تكون هذه الأمطار خير وبركة على الأراضي المملكة العربية السعودية وسائر بلدان المسلمين. وكل الشكر لحضراتكم على المتابعة، ودائما كونوا معنا على شاشة التلفزيون.